بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من محافظة سوهاج مركز جرجة قرية البندار نجوع البندار بنجع رشوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تتشرف عائلة العجبة ببندار الغربية مركز جرجة محافظة سوهاج بدعوة سيادتكم لحضور الصلح المقام بين أبناء العمومة الحاج عبد اللطيف أحمد محمد عجبة وأبناء المرحوم الحاج عز الدين فراج محمد عجبة تحت رعاية السيد اللواء الدكتور حسن محمود العمدة مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج وبحضور السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والسيد اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج والسيد اللواء جمال إبراهيم نائب مدير أمن سوهاج نائب مدير أمن سوهاج لقطاع الجنوب والسيد العميد أحمد شوقي رئيس فرع مباحث الجنوب والسيد الرائد عزة سليمان رئيس مباحث مركز جرجة وحضور لرجال الدين الإسلامي والمسيحي والقيادات الشعبية والتنفيذية وذلك بمشيئة الله تعالى اليوم الاثنين الموافق 16/12/2019 بنجع رشوان ببندار الغربية أمام منزل المرحوم محمود رشوان. جئنا اليوم لتغطية هذا الصلح وعمل بعض اللقاءات إن شاء الله وتغطية كاملة ستكون معكم بعد قليل. معنا ومعكم أحد الإخوة الأفاضل الحاج حسني محمود رشوان. تفضل عرفنا بحضرتك أكثر. الحاج حسني ابن محمود أبو رشوان ابن عم الطرفين لأن الطرفين عيلة واحدة وأهل بعض. والحمد لله النهاردة يعني يوم فرح لنا كلنا في بندار شرق غربة ونجوع لأن الحمد لله الطرفين ساعدونا في نجاح الصلح. حضرتك يا حاج حسني طبعا زي ما انت قلت ان الطرفين ابناء عمومة وابناء عمك انت طبعا. حد المعلومات اللي عندي ان حضرتك من ضمن الاشخاص الاساسيين في الصلح. ايه الصعوبات اللي قابلتكم في الصلح وايه الحاجات اللي هي سهلة قابلتكم برضو وتيسرت معاكم في الصلح؟ الصعوبات ما نقدرش نقول صعوبات، صعوبات الشيطان وتغلبنا على الشيطان الحمد لله لاننا نزغنا الشيطان ما بيني. أما السهل في الصلح أنه كل أهل الخير في الخير تلقى ناس كتير بتتقدم، لو عندك واحد أو اثنين ما بيتقدموش معاك لكن في الخير كتير يساعدك أنه تتخلص أكتر من حاجة. لكن الحمد لله إحنا في بندار بلد خير وكل ساعد الحضر معنا والمحضرش، وأنا نقطة في حرف الناس اللي ساعدت، في ناس كتير أحسن منه وأفضل مني ساعدت في الكلام ده. الفضل لله الأول والعبيت عمي عبد اللطيف والولاد عمي المرحوم عز الدين، بعديهم النائب رشدي همام. طبعا ان شاء الله ربنا يتمم الصلح ده، ربنا يتمم الصلح ده على خير ويكون في ميزان حسناتكم. ربنا يكسر من امثال الناس المحترمه اللي اول حاجه تشيل الضغينه من قلبها وما تفرقش بين غريب وغريب، وكلنا اهل بعض وكلنا واحد وما كانش في اهل في نسب في اكثر من حاجه تربطني. وبارك في امثال ناس كثير عوشي يعني على سبيل المثال الشيخ عبد الله له دور كبير، الشيخ عبد الله النمر، الحاج رشوان، والله ما عاد نذكر اسماء عشان انا قلت لك انا اقل واحد فيهم، لكن والله والله عريس الفرح ده النهارده اللي احنا فيه الطرفين نفسهم هم اللي ساعدونا انه يوصلوا للمرحله دي، ويا ريت بندار تحتزي بيهم وكل بلاد اللي حواليهم. دي النصيحه اللي نقدر نوجهها. طبعا اول حاجه شكر خاص من برنامج الحدث لكل القائمين على هذا الصلح، وشكر خاص من الدكتور احمد العوضي طبعا على اتمام الصلح. كل اهلنا في بندار سعداء جدا، نتمنى المزيد. لا قول في بيته يعني يعني بيته يعني احنا نتمنى المزيد. طبعا شكرا لكم على حفاوه الاستقبال وحسن الضيافه وان شاء الله باذن الله في ميزان حسناتكم. الله يا رب والقادم افضل. الف شكر للدكتور احمد العوضي، وده مكانه وبيته بالمناسبه، يعني ده مكانه ومطرحه وسوهاج كلها ملكه هو واحنا اخوات الصغيرين. في ميزان حسناتك ان شاء الله وفي ميزان حسنات الجميع. معنا ومعكم الحاج رشوان محمود وهيعرفنا بنفسه اكثر. تفضل حضرتك عرفنا بنفسك. رشوان محمود رشوان الطرفين عمامني وناسني اللي هم جماعتنا العجبة بقيادة الرئيس نظير، هو فيه البركة ساعدني وهم معدنهم طيب وعملوا يعني الموقف اللي عملوه ده
يدل ان هم عيله نقيه، والناس اصلا عاوزين اي حاجه شعبه تكون فيهم بينهم بعد 100 سنه. فاحنا خلصنا القصه من جذره، ابتدناها القصه من الاول. الصلح اللي قاعد يخرب الوساط واللي قاعد يعمر الوساط، الوساط لما يكون اصلا عاوز الخير للطرفين واثنين يخصوه بيشتغل من قلبي، اما اللي ليه ما قرب ربنا مش يعني مش هيكرمه. وقف معانا رشدي بيه في الموضوع من الاول، ودخلت اكتر من طرف يعني، بس اللي ساعدني الرئيس نظير اللي هو كان عامل اساسي وفيصل وقال الحق بالناس. الرئيس نظير دوره جاي في اللقاء، ولكن طبعا برضو الشيخ عبد الله كان معانا من ضمن الناس اللي ما هيفش معانا يوم، من الناس اللي هي الخيره يعني راح معاني، والناس الثانيه قريبين يعني اخواتنا وعيال عمنا، يعني اللي راح ما حدش راح غريب يعني، مش هسمي لك اخوات اللي راح ولا عيال عمي، فاحنا بنقول لك احنا اسره واحده، كلنا واحد. بندار بن جوحة كلنا واحد. معنا ومعكم طبعا نقدر نقول الرئيس نظير او الحج نظير او عم الحج نظير، هيعرفنا بنفسه اكتر. تفضل يا عم الحج. حج نظير محمد الصغير ابو زيد من عائله عجبي. المشكله مع ابناء عمي واحنا من بيت واحد، ليس فينا بيت من برا. فانا فكرت بعد 7 شهور البلد نائمي وفيه من يتمنى للهلاك والدمار، ولكن انا حسبت جمعت عائلتي بالكامل كبير وصغير وعرفتهم بالبعيد والقريب، واتفقنا وقرأنا فاتحة نتجه الى ابن عمنا عبد اللطيف، ولو شتمني ولو قام علينا ضربنا هنتحملوه ونقول له انت ولد عمنا مش هنسيبك. حتى اراد ربنا فتحت المشوار انا وحدي الاول والعائلة، ما استنيتش حد يجيني من برا، ما جاينيش، وانا عارف كل عائلة لها اعداء. حضرتك يا عم الحاج، احنا عايزين نذكر الحاجات اللي هي الحسنة، السيئة دي نرميها ورا ظهرنا. مين الناس اللي ساعدت حضرتك في اتمام الصلح؟ حابب تذكر اسماء طبعا تقدر، مش حابب تقول بالعامة ماشي. اتفضل معاك المايك. ساعد الصلح الاستاذ عبد الله احمد عبد الرحيم معانا من الاول، والنائب رشدي همام، واولاد المرحوم رشوان عائلة رشوان بالكامل، وبعد كده اللي حضر سواء شفناه او ما شفناهوش يشكر وبارك الله فيه. احنا عملنا قدوة، عائلة تصلح نفسها بنفسي، دي جديدة من نوعها في بندار الغربي. عائلة لما تقوم تتوجه تصلح نفسك بنفسك، حتى لو ما اخذ الفتان مش هيملك يفتن. اولاد عمي كانوا معاي، هيروح يفتن هيقول لي، واتجهت انا في القعده وقلت احنا مش هنفتنه ولا انا مش معفتن عليه الطلاق اللي هيفتن وسطينا اللي جرسه على المنصه، كانت تحجيما ورب لو وصلنا لهذه. طبعا كفيت ووفيت اللي عمر البيت صاحبه. العائله دي هرم بنته الاجداد، ما تنفعش الاحفاد تهدمه. طيب حلو يعني، انا اسرائيل قدرتش تضرب الهرم في 67 لانه بنوه اجداد. طب بعد اذن حضرتك، انت علم من اعلام بندار طبعا، مش ثناء مني على حضرتك، ولكن انت بتقول احنا صلحنا نفسنا بنفسنا. حلو الكلام. طب فين احنا عايزين دور عم الحاج نظير او الرئيس نظير في البندار جميعا؟ قدامنا مشكله هنقوم بيها، وكنت فيها الاول قبل مشكلتني، لكن اللي حجمنا ما حصلت مشكلتني على راي المساء. هتروح اقول له طب ما تعمر نفسك الاول. طيب حلو، مش كان هنبدا مشكلتنا خلصت مع كتر الوفود والناس الموجوده. انا شايف صلح والله عظيم بامثالك، نبدا في كل المشاكل اللي بندار نخلصوها. بندار بنجوعها جميعا، وعد انا عايز من حضرتك وعد والله لنخلص كل حاجه. وبندار بلد طيبه لعلمك، اطيب بلد خلقها ربنا بندار ونجوح. احنا لسه بنقول في اكبر قريه فيها سله نسب وتراب طبعا. نعم المشاكل دي نزلت علينا في القران يا استاذ، وقال ان المؤمنين اخوه فاصلحوا بين اخويكم اذا هنتعركوا، ومن اعفى اصلح فجره على الله يزن فينا واحد لي حق. طبعا عشان ندي فرصه للناس ثانيه. بارك الله فيك في ميزان حسناتك. سعيد جدا ان انا قابلت حضرتك. الله يبارك فيك. واشكر رجال الامن اللي هم رفعوا رايه الامن والامان، ونحن تحت ظلها وفي رعايتهم. معنا ومعكم طبعا الاخوه الافاضل الحاج كمال الصالب. تفضل عرفنا بحضرتك اكثر.
كمال عبد الله الصالب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. معنا ومعكم النائب حسن فياض برضو، تفضل عرفنا بحضرتك. حسن فياض ابن من ابناء بندار. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا عم الحج كمال، حابب تقول ايه؟ نقول النهارده يوم فرح، بمعنى فرح يعني الصلح، بالنسبة لنا فرح كبير الحمد لله. كلمة جميلة ومعبرة، اليوم يوم ايه؟ فرح. يوم فرح خير والفرح يا رب، امين يا رب. كل بلاد وكل ناس معاهم مشاكل، ربنا يتمم لهم الصلح على خير، وربنا يبعد مننا ومنكم السوء. العجبة ناس محترمين وناس زنين وناس قبلوا الناس، واللي احنا عندنا مثل نقوله اللي يقبل الجيد اجدع من الجيد، قبلوا ووافقوا على الصلح، وناس حابين بعضهم واخوات وعيال عم، والناس اللي هم تعبوا في الصلح بارك الله فيهم، واحنا من ضمنهم، وبارك الله فيهم، وبارك الله في الجميع، وبارك الله في اللي في البيوت اللي هو طالع ريح الصلح، يقول لربنا يوفقكم. الرسالة نوجهها لأهل عمنا وأولاد عمنا والعجبة، نقول له على رأسهم السيد نظير بارك الله فيكم اللي فتحتوا صدرنا وقبلتوا الناس، وكانت بداية الخير زي معقب عمي العمدة نظير وقال إن بداية الخير هو اللي بدأها وكمل مع أهل الخير في الموضوع، وربنا يجعل إن شاء الله في ميزان حسناتهم، وإن شاء الله زي ما قال الحج كمال برضو دلوقتي إن شاء الله ده يوم عيد ويوم سعيد بالنسبة للبندار، ويوم فرح، يوم فرح لأن حقن الدماء يوم فرح، المحبة والتواصل والرجعة وعودة المودة للناس مع بعضها، وبالذات إن دول أولاد عم وأسرة واحدة بيت واحد أصلا يعني، فده عودة محبة وعودة مودة، فإن شاء الله يوم سعيد ويوم فرح على بندار كلها وعلى مركز جرجة بالكامل إن شاء الله. شباب بندار أنتوا بكرة، أنتوا المستقبل، انتوا اللي حتبقوا شايلين الراية، احنا دورنا يمكن بعد 5 سنين 7 سنين 10 سنين حينتهي، انتوا اللي حتبقوا واجهة بندار. نتمنى الغيرة فقط على البلد والإحساس بقيمة البلد، لأن بندار بلد من أكبر بلاد مركز جرجة أولا ومن أكبر قرى محافظة سوهاج بالكامل، فتحتاج لعودة الغيرة والحمية ومحبة الناس وعودة وتآلف الشباب مع بعضه، وندعو للشباب أن ربنا يصلح حاله وربنا يهديه وربنا ينزع كل شيء سيء من صدورهم إن شاء الله. بارك الله فيك. طبعا شباب البندار، هذه رسالة إلى شباب البندار جميعا. نحن الآن في زمن التكنولوجيا، نحن قرية بيننا نسب وترابط، بيننا صلة قرابة، تكاتفوا. فالبندار تحتاج المزيد من الشباب، البندار تحتاج المزيد من الرجال، انزعوا الخصومات وإن شاء الله القادم أفضل. معنا ومعكم سيادة النائب، تفضل عرفنا بحضرتك. أحمد أبو كريش عضو مجلس النواب. اهلا وسهلا بك سياده النائب. بنقول الف مبروك، وهذا شيء رائع يعني تمام الصلح، والحمد لله انه الصلح تم على خير، وربنا يوفقهم ان شاء الله فيما بعد الصلح ويكونوا اخوه متصالحين متحابين. نشكر لجنه المصالحات اللي هي قامت بالموضوع ده وفقت بين الطرفين، ونشكر رجال الامن سيد المدير الأمن حسن محمود، السادة معاونيه، وسيد رئيس مباحث المركز، وسيد مدير مباحث المديرية، وجميع القائمين على هذا العمل العظيم، نشكرهم ونقول وفقكم الله فيما في مصالحات أخرى كثيرة إن شاء الله. طبعا معنا الشيخ عبد الباقي سنجر، تفضل عرفنا بحضرتك أكثر. عبد الباقي سنجر مدير عام بأوقاف سوهاج وخاصة بإدارة أوقاف بندر جرجة، في هذا اليوم المبارك والذي نحتفي به بهذا الصلح المبارك بين أبناء العمومة في البندار، آل عجبة أبناء العمومة وليس بين عائلات أخرى، فبفضل الله تبارك وتعالى وبفضل السادة الأفاضل أهل الصلح والمصالحات وعلى رأسهم السادة النواب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من سعى في هذا الصلح ولو بكلمة لإتمام هذا الصلح المبارك، والله تبارك وتعالى خاطبنا بقوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، يعني من أجل السعي في المصالحات، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا جميعا. نشكركم جميعا ونشكر قناة الحدث والقائمين عليها
دائما وابدا سباقين. شكرا لك معالي الشيخ. شكرا لك معالي الفندم. شكرا. نلتقي بكم ان شاء الله في يعني مصالحات وفي افراح زي ما بنقول باذن الله. شكرا لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ومما زادني فخرا وتيها وكنت بالخلصي أو صريا نذولي تحت قولك يا عبادي، وأيضا سيرت لي أحمد نبيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله حق قدمه ومقداره. ثم أما بعد، أيها الجمع الطيب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، مرحبا بكم جميعا في هذا اليوم الطيب المبارك، مرحبا بكم جميعا في عرس الدندار، مرحبا بكم جميعا في عرس مجلس قروي البر بأثره، يوم المحبة، يوم الوفاق، يوم الصلح ونبذ الخلاف، صلح وتراحم بين أبناء الأمومة وصلة الرحم، صلح بين أبناء الأمومة آل عزة، بين الحاج عبد اللطيف أحمد محمد آل عزة وأبناء المرحوم الحاج عز الدين فران محمد آل عزة، سائلين الله عز وجل أن يجعلهم صلحا مباركا إن شاء الله، لا خلاف فيه ولا غضب له ولا إضراب، نيابة عن مركز بغينا نلقيها على مسامعنا الداعية الإسلامي السيد علي عبد الموجود أبو أرضى، فليتفضل مشكور. لم تنالوا العزة إلا بجمع الشمل وتوحيد الكلمة وتأليف القلوب والترفع عن سفاسف الأمور، فإن اختلفت العقول فلا تختلف القلوب، وكيف تختلف وقد جعل الله سبحانه وتعالى لأمتنا من المقومات ما لا يجتمع لغيرها، فإلهنا واحد ونبينا واحد.
أن نكون على قلب رجل واحد. فيا أيها المسلمون عباد الله، إن هذه الحياة لا تحتاج إلى كل هذا الخصام وكل هذا الشقاق، لأنه أيها المسلمون عباد الله لا بد أن تنظر لنفسك وأنظر لنفسي، أين أنت الآن ثم أين أنت غدا؟ أنت الآن في بيت فسيح وغدا في قبر ضيق وحيش، أنت الآن فوق الأرض وغدا تكون تحت التراب، أنت الآن في منظر جميل وغدا تسيل الأحداق على الوجنات، غدا تنتفخ في القبر ثم تنفجر، ثم يقوم الدود بمهمته، غدا ترتفع اليدان وتيبس القدمان وتشخص العينان وتنتفخ البطن، غدا تنزل من علياء قصرك إلى ضيق قبرك، ومن التفكير في الناس إلى التفكير في نفسك. إذن إلى ما تغر بالأمل الطويل، وليس إلى الإقامة من سبيلي، فدع عنك التعلل بالأمان، فما بعد المشيب سوى الرحيل. أتأمل أن تدوم على الليالي، وكم أفنينا قبيلك من خليل، وما زالت بنات الدهر تفني بني الأيام جيلا بعد جيل. أيها المسلمون عباد الله، وحتى لا أطيل، أتوجه بخالص الشكر للنائب الهمام النائب رشدي همام، كما لا أنسى أن أشكر الحاج نظير وأبنائه وأبناء عمومته، وكما لا أنسى أبناء الحاج رشوان جميعا على مجهودهم في هذا الصلح المبارك، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الصلح لا رياء ولا سمعة ولا طلبا لدنيا ولا تصنعا للخلق، إنما نرجو به ثواب الله ونخشى عقابه ونطمع في رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الخيرية في هذه الأمة، فقال سبحانه: أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد، أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه. سيدي يا رسول الله، جعلت حياتك للزمان ربيعا، ومشى بشيرك في الأنام مذيعا. الله أكبر حين بشر قائلا: وهب الإله إلى الأنام شفيعا. الخلاف والخلافات شيء قديم، حتى من أيام الصحابة اختلفوا على الغنائم في الغزوات، فالله تبارك وتعالى ناشد نبيه بقوله: يسألونك عن الأنفال، يعني يسألونك يا محمد عن الأنفال عن الغنائم، قل الأنفال لله والرسول. إيه المطلوب؟ فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. استمع إلى كلام رب العالمين وهو يقول: إنما المؤمنون إخوة،
به المطلوب، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. فالصلح لابد أن تراقب الله، فاتقوا الله. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الوقت يقاربنا، نبارك هذا الحفل المبارك. تحية شكر وتقدير للسادة الحضور، رموز العائلات، أصحاب المنصة، القيادات الأمنية الذين حياهم نبينا محمد بقوله: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرث في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. حقا إنها جلسة طيبة مباركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أهل الخير جميعا. وأريد أن أقدم إليكم تهنئتي مديرية أوقاف سوهاج أستاذ فضيلة الشيخ علي فيفور، وأيضا السيد مدير إدارة أوقاف بندر جرجا شيخ جلال أبو الجنادي، الذين اعتذروا عن الحضور وذلك لاجتماعات هامة في الأوقاف. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن مع كلمة ممثل الكنيسة الأنبار فراس، قل فليتفضل المشكور. أولا كلمة صلح تتكون من ثلاثة أحرف: صاد، لام، حاء. الصاد يعني المفروض الصلح ده يخلي الواحد فينا صلواته مقبولة. انت بتذهب للمسجد بتصلي صوام قوام، لكن في قلبك ضخيم ضغينة على احد، صلاتك مش مقبولة. بتزكي بتطلع العشور، لكن في ضغينة على احد، بصراحة صلاتك مش مقبولة. مش هدخل في تفاصيل كتير عشان الوقت. حرف اللام لم الشمس، العمر نظير ربنا يديله الصحة طول العمر، وكل القيادات الموجودة كبير دور كبير جدا في لم الشمل. لم الشمل يعني مصر كلها تتكلم واحدة، مش بندار بس الغربية ولا الشرقية ولا مركز جري ولا حرس سوهاج، مصر كلها تتكلم واحدة، كلنا في مركب واحدة نصطف خلف القيادة السياسية لرئيسنا المحبوب ورئيس عبد الفتاح السيسي وهذه القيادات الأمنية الجميلة. حرف الحاء حب عمل، لما تصلي صلاة مقبولة بإيد واحدة هتقدم الحب عملية. يا ناس بتسلم وقلبها ضغينة، ويا ناس بتسلم بإيدها الشمال وبإيدها اليمين وبإيدها الشمال بس خنجر بتطعنك فيه. الحب يعني حب عملي. عشان كده في الكتاب المقدس نقول كده: لأننا لا نحب باللسان ولا الكلام ولكن بالعمل والحق. علشان كده قال الأوزاعي نقلا عن السيدة عائشة وكذلك نقل عن الحسن أن حد الجار 40 دارا. حد الجار 40 دارا. احترم جارك في البيع والشراء، صدقوني لو احترمنا نفسنا في البيع والشراء وخفينا طبعا في الأرض حبيبنا محترمين القيادات الحلوة دي تعرف تتفرغ لأمن وأمان البلد. أغلب المشاكل في مركز يرجى إيه؟ يا بطال، يا جار، يا عبد مضروب، يا واحد طمع على أرض واحد، يا واحد يظبط الدنيا عشان إيه حاجة مش بتاعته، مش هتاخدها معاك على فكرة، مش هتاخدها معاك، أوعى تظلم، علشان فوق العالي الأعلى، فوق العالي الأعلى، شايفك، وبيسجل، خلي بالك من كده. وجاء في سورة النساء 36: وعبدوا الله، حبيبي اخواني المسلمين موجودين معنا، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. اللي جاي ايه؟ والجار وذي القربى والجار الجنب القريب والصاحب بالجنب، يعني وجبة حد السفر زي ما يقول التفسير، وابن السبيل وما ملكت ايمانكم، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ايه سبب الخصام ديزنا؟ طبعا كلنا طبعا نفقع، دي المشكله. علشان كده قيل عن النبي انه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى انني ظننت انه سيورثه. على فكره حديث صحيح،
حتى مبروك الصبح، والصبح خير، يجعل بيتكم مليانة بالخير، ويجعل مصر مليانة بالخير بقيادة الرئيس المرحوم عبد الفتاح السيسي، وتحيا مصر بكل صلح وانتم بخير، ويجعل ايام القيادات اللي عايشة وسطينا كلها خير بخير يا رب. شكرا شكرا. من القرآن والسنة، وأقول كما تحدثت بيننا من القرآن والسنة، أيضا نشكرك على ذلك. ويوجد في الإنجيل: عبدي ارضى بنصرتي لك فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك. فشكرا الأنبا كراف دولف على هذا الحديث الطيب الشيق، وجزاك خيرا، جزيت خيرا. والآن مع كلمة مجلس النواب السيد النائب رشدي همام، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي قال في حديث شريف: الخوف على أمتي من الشرك والشهوة الخبيث. وقالوا الصحابة: يا رسول الله، أيشركون من بعدك؟ قال: لا، لا يعبدون أصناما ولا شمسا ولا خمرا، ولكن يرؤون بأعمالهم، يرؤون بالأعمال. الرياء عبادة شيطانية، ربنا كثير شرها. فطبعا يعني بتفسد ايه المجتمعات، بتفسد ايه الصلح. ودايما دايما هم المراؤون لهم ايه سنيدة، كل مكان بيصبح لهم سنيدة. يعني ايه ما يجيبوش ايه؟ عمل ايه المستحيل؟ يا هو يفسد الصلح. فطبعا يعني ربنا ينهانا عنهم، وربنا يكفينا شرهم. وسبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال: قل هل نبلغكم من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العظيم. طبعا لا يفوتنا أن نرحب بالجمع الكريم ورجال الدين المسيحي ورجال الدين الإسلامي، وطبعا ترحيب متنصر السيد اللواء مساعد الوزير حسن بيه محمود مدير امن سوهاج، ونائبه الكريم السيد اللواء جمال ابراهيم، والسيد اللواء عبد الحميد ابو موسى العقل المدبر مدير اداره البحث الجنائي بسوهاج، والسيد اللواء محمد حامد الشام رئيس فرع الامن العام بسوهاج، والسيد العقيد احمد شوقي رئيس فرع البحث الجنائي للبريانة وضباط التراب، والسيد الرائد عزت سليمان رئيس المباحث وسائل ضباط القرآن. وطبعا مديحا لهذا الرشوان اللي هم صناع الصنع، ومديحا لوالده المرحوم محمود ابو رشوان عليه رحمه الله. وطبعا لا يفوتنا ان ننسى دور النائب محمد الجبالي الذي كان دائما يمثل ايه بملحوظاته في هذا الصنع، فشكرا له. طبعا مشهور بالادب، ويعني يحس الجميل وذو خلق كريم. وطبعا الشيخ عبد الله النم كان برضه معانا في هذا الصور. وطبعا يعني نشكر اهل بغداد جميعا ومن تقدم باي كلمه في هذا الصور لنهو هذا الصور. وشكرا لاهل عجبه، وشكرا لعم عبد اللطيف وولاد محمود عز الدين، ودايما نحسهم دايما على تاخي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. شكرا شكرا. الان مع اللحظه الحاسمه، اعطائي كل ذي حق حقه، اللحظه التي تتطلب الهدوء، اللحظه التي تتطلب السكينة، اللحظة التي ننتظرها جميعا، وينتظرها كل من حضر لحظة
ولي الدهر فليتفضل الى المنصة. نقسم بالله العظيم على أننا
ووفاقا ونعاهد الله على أن هذا الصلح خالصا لوجهه الكريم لا رجعة فيه، والله شاهد علينا وهو خير الشاهدين، والحضور شهود على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. بارك الله فيكم جميعا. صافح يا عم القطيف، يا عم القطيف علي مساعد الوزير عليك يا عم القطيف، تفضل صافح يا صافح. مبروك عليك، مشكورك عم الحاج عم القطيف احمد حج بن حج حج جابك المكان المبارك حج سيف تقدم احمد يا حج يسلم انزلنا حتى معنا ومعكم ممثل الكنيسه، تفضل عرفنا بحضرتك. القس كراس ضلف وكيل مطرني جرجه. ألف ألف مبروك الصلح، ربنا بحب الصلح والملائكة بتحب الصلح والناس بتحب الصلح، وبنقول دايما في البلد كده أنه الصلح خير، ولما الناس هتعيش في محبة الخير هيعم الكل، ولما بلدنا نبقى كلنا قلب واحد وإيد واحدة التنمية هتزيد والخير هيزيد والبركة هتعم الكل، والصلح دايما بينبذ العنف، وإحنا محتاجين في بلدنا مصر كلها نحن نبقى على قلب رجل واحد ضد العنف وضد الكراهة وضد الخصام، وكل الشرائع بتوصي بذلك. شكرا شكرا لحضرتكم، شكرا شكرا. معنا ومعكم علم من أعلام محافظة سوهاج مركز جرجة قرية البندار الشيخ حامد الطيب، تفضل عرفنا بحضرتك أكثر. حامد عبد الحميد الطيب، عضو لجنة المصطلحات على مستوى الجمهورية وكبير معلمين بالأزهر الشريف. نعم، هو عرس بالنسبة للبندار ونجوع البندار ومركز جرجة بعون الله تبارك وتعالى، وبتشريف من الحاضرين من القيادات ومن رجالات الدين المسيحي والدين المسلم وكل الذين حضروا إلى هذا المكان، فحضورهم وتشريفهم ومشاركتهم فهو عرس للبندار ونجوع البندار. نشكر القائمين على هذا الصلح آل العجبة على العموم أبناء العمومة، ونشكر أبناء المرحوم محمود رشوان وآل رشوان وآل جناوي وكل من تفضل وساعد وشارك في هذا الصلح والإصلاح، وشكرا لكم وبارك الله فيكم على تشريف الحاضرين جميعا. معنا ومعكم أحد الأخوة الأفاضل، تفضل عرفنا بحضرتك. سليم عبد الروف عبد الكريم. دول طبعا عيال عم بعضهم، وما ينفعش يبقى في خصومة بينهم أبدا، وأهل الخير اللي دخلوا في الصلح جزاهم الله كل خير، بالقيادات وبالحكومة على رأسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشكر من شارك في كل الصلح والخير، لأن على المثل عيال عن بعضهم والبيوت في البيوت، ما ينفعش لا دين إسلام قال كده ولا دين مسيحي قال كده، وربنا إن شاء الله يتم بخير ويهدي ويبعد النفوس التعباني، وقال لك دوك الفتنة أشد من القتل وربنا يهدي. شكرا لحضرتك على اللقاء. معنا ومعكم عم الحج، تفضل عرفنا بحضرتك. حج عباس عبد الله أحمد أبو زارع. اهلا وسهلا بحضرتك، حابب توجه رساله طبعا للطرفين، اليوم تم الصلح وتم العرس بخير والحمد لله، حابب تقول لهم الله لربنا تم على خير الصلح، ودائما بندار الغربيه دي في الخير ماشيه مع بعضها باخلاص، وربنا يجامل يتشكر الناس اللي جامله من الشرقيه والغربيه ونجوع وجرجه، وبارك الله فيها ان شاء الله في الخير نجملوها. بارك الله فيك يا عم الحج، وشكرا لحضرتك. شكرين، بارك الله فيك يا باشا. تفضل عرفنا بحضرتك اكثر. السيد ابو الشيخ محمد احمد عبد اللطيف، معلم خبير بمدرسه بندار الشرقيه الاعداديه اداره جرجه سوهاج. والله بالنسبه للعائله في ناس خير الحمد لله توفقوا للخير وتوفقوا
للصلح. وطبعا أهم ما في الموضوع الناس اللي تدخلت بالنسبة لبيت المرحوم الحاج محمود برشوان، أبناء بيت المرحوم بيت رشوان جميعا والحاج نظير وجميع أبناء البلدة جميعا، بنادير مش بندار، كلها على كلمة واحدة وهي كلمة الصلح والتوفيق بين العائلة، وهم أبناء عمومة، والحمد لله تم الصلح على خير اليوم النهاردة. ومعكم الإخوة الأفاضل. اتفضل سيد الشيخ عبد الله، اتفضل عرفنا بحضرتك. عبد الله أحمد عبد الرحيم النمر، رئيس لجنة مصالحات مركز جرجة. أهلا وسهلا بكم، سائلين الله عز وجل أن يجعلكم في الخير دائما إن شاء الله. عم الشيخ، طبعا مجهودات عظيمة منكم كعضو لجنة مصالحات، نتمنى منكم المزيد. طبعا توفيق من الله، رسالة لأبناء العمومة ورسالة للقائمين اللي ساعدوك على الصلح. رسالة أولا لأبناء العمومة، أقول لآل عجبة جميعا أبناء العمومة، لقد ضربتم المثل في الترابط والتلاحم ونبز الخلافات، وأقول للرئيس نظير عميد العائلة، لقد ضربت المثل في معنى كلمة كبير، معنى كلمة كبير لها حد لا يتسع له أي كلام، فكلمة كبير تحتوي أنه لم للشمل وعدم التفرقة، وهذا ما قام به الرئيس نظير وعائلة آل عجبة جميعا، فلهم منا كل الشكر والتقدير ولهم من الله الأجر والثواب. بارك الله فيك عم الشيخ. معنا ومعكم سيادة النائب رشدي بهمام، تفضل. يعني طبعا معروف ليكم مفروض يعني العبد الفقير رشدي همام العبد، طبعا نر من دواعي السرور ان نكون واقفين بينكم هنا ببندار، وفرحانين بيكم وفرحانين بالصلح والعفو، وطبعا فمن أصلح فأجره على الله، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فربنا سبحانه وتعالى طبعا لحظات ربنا دايما تبقى محببة على الله، ودايما يعني احنا بنقول يا رب دايما الصلح ما يكونش فيه رياء، يا رب دايما ربنا يكفيكم شر المراعون الذين هم يمنعون المعون، وبالك يعني فاحنا بنقول يا اخواننا الصلح ده للخير، يعني ما فيش داعي لإفساد الصلح، ما فيش داعي للاحتكارية في الصلح فلان وفلان. وطبعا على الجانب الاخر، طبعا لما بدأنا في المشوار الصلح النائب محمد الجبالي كان على خطوات منينا دايما، والحمد لله. انا بتكلم على على افساد الصلح، في ناس بتحاول افساد الصلح يعني وليهم سنين للاسف، وربنا كده يجازيهم بفعل. طبعا في ميزان حسناتك، وان شاء الله مكملين معكم باذن الله في كل مكان في جرجة. طبعا معنا ومعكم سيادة النائب محمد اسماعيل، تفضل الكلمة لحضرتك. اهلا بحضرتك وكل السادة الحضور، وطبعا بشكر اهلينا وناسنا قال العجوبة كلهم، وليهم مني كل الشكر والتقدير، وده مش جديد عليهم ولا على أهلنا أهل بندار، طبعا دايما أهل كرم وأهل سخاء وأهل ضيافة لكل القادمين ليهم، وأنا كابن من أبنائهم يعني شكري يعني أكاد أكون يعني إن أنا بشكر في أهلي وناسي طبعا. شكرا لك معالي النائب. معنا أحد الأطراف، معنا أحد الأطراف بعد إذنك بس دقيقة واحدة، تفضل عرفنا بحضرتك. جبريل عبد اللطيف أحمد من آل عجبة ولد المتوفى. طبعا ومن عفى وأصلح فأجره على الله. نعم نعم. تمام. طبعا بارك الله فيك، بارك الله في أمثالك. ربنا إن شاء الله جزاء العفو والصفح ده جزاء كبير. حابب تقولي حضرتك لأبناء العمومة؟ أنا أولاد راجل ومرة واحدة أولاد عم، يعني ما تمشي أخلى الشيطان، لابد الشيطان يعني بيجي نبزة كده، ولكن احنا يا قضاء ربنا وقدره ونحمد الله على ذلك، والناس نشكر الناس جميعا اللي هي قامت بالصلح ووفقت الجميع على فعل الخير، نشكرهم جميعا كل فرد باسمه، ونحن يعني جميعا نشكر الناس كلها اللي هي تعبت في الموضوع ده، ونشكر حضرتكم والقناة اللي هي قائمة على ذلك. بارك الله فيك. كلمة أخيرة طبعا مع أحد القائمين والمنسقين لهذا الصلح الحاج
حسني رشوان تفضل. هو تعليق بسيط مش هطول. اولا بارك الله في الطرفين الاول وجعل ده في ميزان حسناتهم ان هم يساعدونا على الكلام دي، بس هي ملحوظه بسيطه بالنسبه لتعليق حضرتك على دور النائب محمد اسماعيل الجبالي بان هو كان خفي عشان ينجح الصلح، كان خفي لان حب ظهور شخصي لي، كان مفضل النائب رشدي همام لانه هم اثنين اكثر من اخوات ودعمونا هم الاثنين وبارك الله في اثنين ودور محمد بيه ما يقلش عن دور اي حد فيني، وهو كان متابع معنا خطوه بلحظه، والنائب رشدي همام على علم بكل شيء بالكلام ديت، وبارك الله في اثنين واثنين اولاد اصول واثنين اولاد بندار. شكرا لك. كنا معكم من محافظه سوهاج مركز جرجة قريه البندار، بارك الله في كل من ساهم وسعى ولو بكلمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.